اسمعك بدي اذكر المشاهدين انت عمرك 20 سنه مبين اصغر بس عمرك 20 سنه وبالرغم من عمرك الصغير علي قدرت تحقق نجاحات كثيره عزفت الى جانب ابرز الفنانين العالميين والفرق العالميه بكل دول العالم كيف قدرت تحقق هالشيء بهالعمر الصغير يعني اول شيء ما بنوقف شغل في امريكا بنضلنا دائما نتدرب ونعمل عروض وكمان احنا في جامعه كثير مهمه وبيجي عليها الارتست المهمين وهيك فانه كثير بيفتح مجالات انه تتعرفي على الارتست وتعزفي معهم فالموضوع ببلش انه when they come for residency بنعزف معهم وانه بينعجبوا فيي وباي جو اون تور وذ ذيم وهيك ونتعلم موسيقى يعني انا عم بحاول كمان اعزف مع كل انواع الموسيقى عشان اقدر افتح الاكسباند المجالات اللي بقدر اعمل فيها شو بدكم تسمعونا سوا؟ رح نغني على اسمك غنيت غنيه لفيروز وعلي رح يغني معي كمان يلا بغني علي؟ ايه اكيد حلو اسمك غنيت على اسمك رح غني ركعت وصليت وسما تسمع مني على اسمك غنيت على اسمك رح غني ركعت وصليت